أنا ولدت في الكرعانة في قريب روضة عند الكرعانة الآن، ما أدري وين محلها بالضبط. انتقلنا بعدها مباشرة إلى الريان الجديد فريق الشيخ فهد بن عبد العزيز. درست هناك الابتدائية، طبعا البيوت هناك كانت بدائية في الريان الجديد، والخدمات كانت يعني لا تكاد توي، ما في خدمات أصلا يعني، ما هو اللي عنده مكيف واحد ومكيفين هذا في نعمة. وكانت الريان ذاك الوقت في أتكلم عن الخمسينات وبداية الستينات بدائية جدا. درست في مدرسة الريان الجديد الابتدائية البنين، كان عندنا من المدرسين، كان مدير مدرسة الريان الجديد كان جميل قطامي الله يرحمه، كان نعم المربي، كان بمثابة الأب لجميع المدرسة، وكان محترم، كان رجل فاضل جدا، يعني كن لهم كل احترام، وإذا كان فينا خير فهو بسبب يعني تربيتهم لنا خلال ذيك الفترة، الله يغفر الميت ويجزي الحي خير. ودرست الإعدادية في قطر الإعدادية، والثانوية في الدوحة الثانوية في رأس أبو عبود. أثناء الاختبارات أولاً إحنا ترى بيوتنا ما كانت مهيئة في ذاك الوقت للمراجعة، اللي راجع في النهار ولا عليه السلام، يعني في الليل ما عنده أمل أنه يراجع، لا مكيف وبعدين القيض، كان الوقت حار والمكيفات اللي عنده مكيف واحد نعمة. أثناء الثانوية بصراحة لا أزال أذكر، يعني كنا في الصف الأول الثانوي في القسم الغربي اللي يطل على مطار الدوحة، وكانت طائرات الهنتر تقلع، كان في الدوحة ثلاثة أو أربع طائرات هنتر، ثلاث طائرات هنتر، كان أكثر طيارينها بريطانيين من سلاح الجو البريطاني، وكنت بصراحة معجب سبحان الله، يعني كنت معجب شكل هنتر. هنتر طائرة يعني حلوة وسيمة، لكن ما جاء في بالي يوم من الأيام أني بصير طيار، لأن شيء فوق، يعني بالنسبة لنا كان شيء فوق الخيال، يعني كان أمنية الواحد منا بس أنه على الأقل يخلص الثانوية وبعدين يفكر وين بيروح. تخرجنا من الثانوية سنة 73، وتوجهنا عدد كبير من ذاك الوقت، يعني والعدد الكبير من ذاك الوقت يعني عشرات، يعني ما أتكلم عن العدد الموجود الآن، يدخلون كميات كبيرة ما شاء الله تبارك الله، ولا يقبل عدد بسيط منهم. دخلنا مجموعة، تقدمنا بطلب إلى القوات المسلحة، كان هذا أثناء حكم الشيخ خليفة بن حمد، وجاء بعده كان الشيخ حمد بن خليفة ذاك الوقت هو القائد العام. قبلنا مرشحين ضباط، بعضنا راح سانت هيرست، بعضنا راح الأردن، وبعضنا احنا اخترنا أصلاً البحرية، مجموعة أخذنا للبحرية، ثم قدر الله سبحانه وتعالى أن تلقى هذه الدورة، فقابلنا، أنا قابلت سمو القائد العام، فأذكر كلمة قال لي احنا بنوديك على طيارة هليكوبتر تشيل 28 شخص تونا شارينها. يعني كان سعادة ما بعدها سعادة، يعني مثل ما يقولون he made my day، يعني ذاك اليوم فعلا طيار، أبى أكون طيار، شيء غير عادي. ثم سافرت إلى بريطانيا، إلى اسكتلندا،
هذا الكلام سنة 73 آخر 73 على بداية 74 ما كنت أعرف أول مرة أطلع من الدوحة، فما بالك بإني أول مرة راكب طيارة وسافرت على الميداليست كأني من يعني منتقل إلى عالم آخر مذهول جدا يعني. ونزلت في لندن، استقبلتني السفارة ذاك الوقت جزاهم الله خير، وسكننا في فندق لا أزال أذكر فندق ماي فير كأنها نجمتين أو نجمة ونص لكن على قدنا يعني، ما كنا نعرف الفنادق ذاك الوقت. شرونا السفارة، شروري ما كان فيه إلا أنا ذاك الوقت، تذكرة فيرست كلاس مع سليبر يعني غرفة نوم، ما كنت أعرف عنها قط، ما أدري بصراحة لو ما عملوا هذا كيف بقدر أعمله. طالب خريج ثانوية رماه ربي في لندن بدوي ما يعرف شيء عن هالحضارة، واللي معاي يمكن ما يكونون أحسن مني، ما عندنا شيء متمكن ذاك الوقت يعني، كانت قطر ذيك الأيام بدائية. فأخذوني حتى وصلوني محطة القطار، أذكر طلعة القطار المغرب، هذا صاحب القطار اسمه الكونتندر أخذني إلى الغرفة المهيئة، غرفة نوم سليبر يعني صغيرة لكن فيها سرير، وكانت بالنسبة لي ذاك الوقت كانها سويت صغيرة جدا. وبدأ الليل ورقدت وصوت القطار لا أزال أذكر حتى يعني ماشي، وكل مرة موقف عند محطة، والقطارات ذاك الوقت بطيئة يعني ما جات القطارات السريعة، ثم كل مرة واقف عند محطة وطالع المحطة، وإذا تعرف عليها أنوار اسم المحطة فأشوف اسم المحطة، أنا عارف أني رايح المنطقة اسمها بيرث سكون. ولما ورقدت فترة وبعدها لما صحيت وإذا النور، أطالع مع دريشة وإذا النور قطن ينزل من السماء والأرض بيضاء شيء غير عادي، متعود على رمل وحصى فعلا يعني ما لا أزال أذكر منظر الثلج ينزل من السماء ذاك الوقت يعني ما أنساه في مخيلتي حتى الآن، ومستغرب إيش يعني، هل هذا معقول أن الثلج اللي نسمع أنه ينزل من السماء كذا وينزل والأرض كلها بيضة؟ وما عاد جاني النوم. ولما جاء ساعة معينة جابوا لي الشاي كوب حليب واستأنست فيه، حتى وصلنا محطة بيرث سكون نزلت ما أدري وين، ولما وجدت وإلا نزلت وإلا واحد معلق اسمي ولا أعرف الإنجليزية داقة ذاك الوقت، فرافع اسمي فأخذني مشينا حوالي ثلث ساعة حتى جينا المدرسة، مدرسة اللغة الإنجليزية هي في مطار AST كلية AST Air Service Training، وأخذني ورحت الاستقبال المدرسة، ولما جيت ولا هذا واحد قطري واقف عند الاستقبال وعندهم خبر إني بجي، قال لي أنت علي؟ قلت هي نعم. أنت عبد الله؟ كأني شايف واحد من والدي. أخذوني إلى غرفة فيها بنجلوز يسمونها الإنجليز، هذه فيها يعني أو كوتج فيها 4 غرف 6 غرف وكلهم كويتيين إلا أنا في غرفة وحدي، وكان الأمر عادي. لما جاء اليوم الثالث جاتني حالة ضيقة وبعيد من أهلي يعني فعلا صغير يعني بعد ثانوية مباشرة وأنا بادي بدري، بكيت ذاك اليوم ما أنساه، أول مرة أبكي أول مرة أبكي، تذكرت البعد وتذكرت أهلي والمنطقة اللي أنا فيها. الغريب أنه ما جاني هذا التفكير في اليومين الأولى، ما جاني إلا في اليوم الثالث، والمدة طويلة ما أدري إيش اللي خلاني أبكي، إلا يعني
الشوق والحنين. بكيت ذاك اليوم، سكرت عن سقف وبكيت، فحسيت براحة شوي لما بكيت. جلست هناك ودرسنا لغة إنجليزية يمكن حوالي 4 شهور، ثم انتقلنا إلى مرحلة الطيران. خلصنا مرحلة الطيران 60 ساعة على السسنة 150، مروحية طائرة مروحية، حتى أنهيت تقريبا سنة 60 ساعة. ورجعت للدوحة إجازة، ثم بلتحق بالشباب في ردهل حتى نطير على الهليكوبتر. لما جيت قعدت حوالي أسبوعين، قال لي زعيم رحمه الله طلبني وقال أنت بنوديك للرياض. قلت بس طال عمرك أنا أروح أطير الحين على الهليكوبتر؟ قال لا، إحنا حولناك مقاتل وبتروح كلية الملك فيصل الجوية. جلست في السعودية 4 سنوات شهرين، وخلصنا في 22 فبراير 1988. أول رحلة كنا طايرين من مدرج عشبي، يعني ما هو إزفلت، طيارة صغيرة مروحية، والأرانب واجد وحارة واجد وحفرها واجد، فنخاف أن نطيح في واحدة من الحفرها، لكن المدرج بصراحة كان مستوي، يعني ما هو على درجة تخوفنا، شعور غريب غريب جدا. لا ولا أغرب منه إلا لما طرت بنفسي، طبعا أخذت حريتي، ويعني ما شاء الله طيار طاير بنفسي. ولو أن الطيارة ذاك الوقت يعني ممكن يطيرها أي واحد، طيارة مروحية صغيرة، لكنها كانت فعلا يعني مرحلة ما تنسى. أول طلعة في طائرة حربية كانت في السعودية على سترايك ماستر، كان المدرب مدرب استرالي في سلاح الجو البريطاني، كان سلاح الجو البريطاني اسمه ماكنير، لا زال أذكر اسمه. كانت نقلة بالنسبة لنا، من طيارة تمشي على 80 ميل، 80 عقدة، 70 عقدة، إلى طيارة تمشي 250 عقدة، 300 عقدة، 350 كانت. هذه كانت أول طيارة أطير عليها في السعودية. قبل ما نخلص كان فيها يسمونها فاست تريب، أخذوا مجموعة ودوهم خميس مشيط، لأن كانت بدأت النهضة العمرانية في الرياض ذاك الوقت في أواخر السبعينات، وكان الغبار ما يفارق الرياض، وكانت كثير من رحلاتنا تتأخر وتلتقي، لأن المطار أصبح كتلة من الغبار. هذا وصلنا في الدوحة لما بدينا سنة الثمانينات، يعني كانت كثير من رحلاتنا تلتقي بسبب الأحوال الجوية، كثرة الأتربة والغبار. ثم سافرت إلى ليمينغ، جلست فيها 4 شهور على طائرة الجيت بروفيس JP5A. الدورة هذه كانت بس للتأقلم والتعود على النظام البريطاني والجو البريطاني، تأهيل للمرحلة المتقدمة اللي هي أطول وعلى طائرة أصعب. خلصت ليمينغ ثم رجعت إلى
الدوحة وسافرت على طول للسعودية وحضرت التخرج مع زملائي. تخرجنا دفعة 15، كان عددنا في البداية 92 تقريباً، 92 واحد. تخرجنا حوالي 45 واحد، 45 طيار. ثم رجعت وسافرت على طول إلى بريطانيا للدورة المتقدمة على هوكر هانتر في ويلز، في قاعدة RAF فالي تابع سلاح الجو البريطاني، في جزيرة اسمها إنجلسي، وجلست فيها حوالي 7 شهور. طرت فيها على الهانتر، هوكر هانتر، وكانت أيام طيبة، كان فيها ذكريات. وكان ذاك الوقت يعني أصبح الوضع شوي فيه أريحية من حيث المادة، كنت ملازم. لما كنا في اسكتلندا سنة 73، كنا نستلم شهرياً 90 باوند، 90 جنيه استرليني شهرياً. وشريت سيارة بعد، وكان لها قصص غريبة. اشتريت فورد كابري، وكنت أسافر بالسيارة إلى لندن. تصور يعني القطارات في ذاك الوقت كانت تعبانة، وكان فيها بجز، كانت يعني ما هي نظيفة، كان فيها حشرات، ويعرفونها ذاك الوقت بترين بجز، حتى الأطباء يعرفونها في ذاك الوقت. فما عد صرت أسافر بالقطار، وتميت أسافر بالسيارة، سيارتي فورد كابري باب واحد، وكانت بصراحة يعني شيء بالنسبة لي. جلست في ليمنغ حوالي 10 شهور تقريبا، ثم خلصت المتقدمة وكانت على الهنتر، ورجعت الدوحة. بدينا على الهنتر حتى جات الفجت، أخذناها من فرنسا من شركة داسو، وكان عندنا ما شاء الله ذاك الوقت صار عندنا حصيلة طيارين يعني لا بأس بهم. حتى جات سنة 74، رحنا على 73 رحنا لفرنسا على الميراج، توقع صفقة الميراج، ورحنا مجموعة من الطيارين. جلسنا هناك حوالي 10 شهور بين منطقة، بين باريس وبين غانس في البداية، أول شهرين تقريباً، ثم إلى الجنوب البريطاني، في الجنوب الفرنسي في قاعدة اسمها أورنج. كنا نطير فيها هناك، كنا مقيمين ساكنين في القاعدة. خلصنا 74 وجبنا الدفعة الأولى من الطيارات إلى الدوحة عن طريق تناغرا، قاعدة تناغرا في اليونان، ثم عن طريق القاهرة، ثم عن طريق جدة إلى الدوحة. مرت معانا طائرات الميراج، كنت قائد السرب حتى سنة 86، نعم. ثم كلفني قائد القوات الجوية حمد بن عبد الله، كان عقيد مقدم ذاك الوقت، بالدفاع الجوي وعمل مركز عمليات. ما كان عندنا مركز عمليات، عمل مركز عمليات الدفاع الجوي. مسكت الدفاع الجوي ومركز العمليات الجوية. 87 سافرت إلى أمريكا دورة أركان، قيادة وأركان في
مونتغومري، قاعدة مونتغومري ألاباما، ماكسويل إير فورس بيس مونتغومري. جلس فيها سنة، طبعاً هذه كانت أول دورة أعملها في أمريكا، كانت هذه أول دورة في أمريكا. في نفس الوقت التحقت في جامعة ماكسويل، جامعة أوبرن مونتغومري، AUM أوبرن يونيفرسيتي أت مونتغومري، وعملت ماجستير الإدارة العامة، وصراحة استفدت منها كثير. هذه أول فترة، أول دورة أدخلها مدنية بعد العسكرية، تعرف يعني عسكري حتى النخاع. من ذاك الوقت حتى دخلت الجامعة سنة 87-88، عدت بعدها إلى الدوحة وصرت مدير العمليات الجوية. توليت قيادة السلاح الجو الأميري القطري سنة 1995 بعد العميد أحمد بن عبد الله الكواري اللي كان قائد حتى ذاك الوقت، واستمرت فيه 7 سنوات. والله اتصل في مدير مكتب سعادة القائد العام سمو الأمير وأبلغني بأني تعينت، وصدر أمر بتعييني قائد القوات الجوية. شعور صراحة يعني مفرح جدا أن يعني أختار وأحظى بثقة سمو الأمير القالية أن أكون قائد القوات الجوية القطرية. أنا لما تركت القوات الجوية أحس بأني تركت شيء، يعني جزء من عمري، يعني حوالي 33 سنة، جزء كبير من عمري، يعني عمري كله تقريبا نص عمري في القوات المسلحة، في القوات الجوية. لكن لا أزال حتى الآن أشتاق للطائرات، لما أشوف طائرات الميراد وأسمع صوتها أشتاق لها جداً، طائرات الألف جد. يقول الشاعر: وأجمل ما في الكون ذكرى تردني إلى عالم قد كنت بالأمس عشته، والطيران عالم قد كنت بالأمس عشته. بصراحة يعني استفدنا منها وعشناها، ونسأل الله أن نكون وفقنا في خدمة هذا البلد اللي يعني ما قصر علينا بشيء. رجعت اختارني سعادة رئيس الأركان، أنا وثلاثة من زملائنا الألوية في تاريخ 10/2011 كمستشارين. القراءة هي أهم هواياتي، تأخذ كثير من وقتي. طبعاً أنا عندي مكيتبة من إنجاز المقال فيها كثير من الكتب، ثم أخذ منها أجعلها هنا استراحة المحارب لفترة من الوقت أقرأها. واحد من الأخوة يقول: أنا طلعت مع غربيين، أنا واحد من زملائي، وكنا رايحين في مهمة استطلاعية، والمهمة كلها حوالي 2 ساعة. يقول: إحنا 2 والغربيين اللي معنا من القوات الأخرى حوالي 13. يقول: بعد ما أقلعت الطيارة أخذتني غفوة بسيطة، وبعد فترة لما استيقظت وجدت صاحبي نايم، وجدت 13 أجنبي اللي كانوا معنا كل واحد منهم في يده كتاب يقرأ. فأعتقد أن هذه مشكلة
رئيسية تحتاج حل. مركز ضيوف قطر لدعوة الجاليات وهكذا سمي من البداية حتى لا يكون اسمه مباشر دعوة مباشرة. أنشئ في التسعينات، في أوائل التسعينات في أعقاب حرب الخليج، أنشأه بعض الأخوة اللي نحسبهم مجتهدين جزاهم الله خير، وهذا من أوائل المراكز الخاصة في قطر في مجال الدعوة وأنجحها ولله الحمد. أنا شخصياً التحقت مركز من حوالي 5 سنوات كرئيس مجلس إدارة للمركز.